بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري. سأقرأ لكم قصة تشييد الحرم الرضوي الشريف للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وماذا كان يريد آية الله الشيخ البهائي قدست روحه الزكية أن يضعه على باب الدخول على مرقد الإمام الرضا عليه السلام، والإمام الرضا عليه السلام رفض ذلك. نقل أحد المشرفين على العتبة الرضوية المطهرة أن الشيخ البهائي وضع خريطة لبناء الحرم. حيث اشرف على جميع مراحله واتفق للشيخ سفر مهم قبل الانتهاء من تشييد حرم الامام الرضا عليه السلام فاوصى الشيخ البهائي جميع المهندسين القائمين على بنائه بضروره استمرار العمل عدا الباب الرئيسي المطل على المقام من ناحيه الراس الشريف وكان في نيه الشيخ البهائي قدست روحه الزكيه ان يضع طلسما فوق الباب كما اخبرهم لاحقا وعندما عاد الشيخ البهائي من سفره وجد ان البناء انجز بالكامل مما اثار غضبه وقال الشيخ البهائي لهم جميعا لماذا لم تنتظروا قدومي؟ فقال له المهندسون: إن سادن الحرم هو من أمر بذلك، وعندما أخبرناه بضرورة انتظارك، وأنك أمرت بوجوب ذلك، أجابنا سادن الحرم: لقد أمرني بذلك من هو أسمى وأعلى من الشيخ البهائي وأعظم. وعندما الح عليه بضروره الانتظار قال سادن الحرم لا نقدر لان الذي طلب مني هو اعظم من الشيخ البهائي ولما سمع الشيخ البهائي هذا الكلام استشاط غضبا وكل ظنه ان احد المسؤولين في الدوله هو الذي امر بذلك معتبرًا ذلك إهانة كبيرة لا يمكن السكوت عنها، وأنها خلاف مصلحة العمل. فقال الشيخ البهائي للمهندسين: لنذهب إليه لنرى الأمر. وعندما عاتب الشيخ البهائي سادن الحرم على ذلك، قال له سادن الحرم: إن الإمام الرضا عليه السلام هو الذي اصدر الامر باتمام العمل وعدم انتظارك حيث اني رايت مولاي الرضا عليه السلام في عالم الرؤيا خلال ليال متواليه الامام الرضا عليه السلام كان يطلب مني عدم تعليق اي شيء على باب من ابوابه فاذا بالشيخ البهائي رضوان الله عليه بعد سماع هذا الكلام انهمرت دموعه واتجه نحو ضريح الامام الرضا عليه السلام وهو يقول يا ستار العيوب يا باب رحمه الله الواسعه وانكب على الضريح يبكي بكاء شديدا حتى غشي عليه ولما افاق قال الشيخ البهائي لسادن الحرم ولجميع المهندسين والعاملين: لقد أردت أن أضع طلسمًا وأعلقه على الباب من ناحية الرأس الشريف كي يحول دون دخول الناس غير اللائقين بدخول الحرم الشريف ولكن الإمام الرضا عليه السلام قد أبى ذلك. فبابه مفتوح لكل الزوار وهو باب الرحمه الالهيه ولا يمكن اغلاقه في وجه احد بل على العكس فان الحرم المطهر هو احد عناوين هدايه الناس وجعلهم يتقربون من المولى عز وجل وما اراد صنعه الشيخ البهائي لم يكن خارج هذا التفكير، ولكن كانت نظرته إلى خصوص الذين منعهم الله تعالى من دخول هكذا أماكن، وهم غير لائقين بدخول الحرم الشريف، بينما الإمام الرضا عليه السلام الذي هو امتداد للرحمة الإلهية أراد أن تكون داره معبرا لعناية الإمام بزواره وباباً من أبواب الهداية لهم فأينما كنت نادي يا علي بن موسى الرضا أغثني. برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.